السلام عليكم اخوة الاخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوغ. احنا غادين الجمعة ديال القطارة، نوريكم طريق كي دايره من هنا للجمعة، شوفوا كي دايره القضية من هنا لورا الصباح هذا. مشيت تقدم من تما، كاين شي لعيبات شي باسيات من تما من الجمعة. هي الجمعة صراحة اللي احسن هو الحد ديال المنابهة، ولكن بالنسبه ل سميتو اسمو عندي شي بارتيات بين تقداو من هنا من الجمعه، وجبو دويره ني تما كاين في الجمعه. هاد الجمعه هادي راه كنا بعض المرات تنمشيو تنفطروا فيها انا وشي اصدقاء، كنا نضربوا شويه ديال البيض بلدي ولا البيض ديال اسمو تيكون فيها البيض، ولا شويه ديال الشوا. بعض المرات كنضربوا الشوا، بعض المرات كنضربوا على حسب، ولو انه هاد الشوا هذا ما مكنش عليكم انا مبقاش عندي معاه بزاف. انت من صورت الى قطارة، الجمعة ديال قطارة. كنا تنجيو تنتقداو منها بعض المرات العيد، شحال هذا هو دابا ولا تقبل تتخدم الكوري. الانسان كل واحد فين لقى راحته، ما هو بالنسبة لهذاك التقدية ماشي ضروري تخدم شي بلاصه. بالنسبه للطريق راه ولات رئيسيه، شتا الطريق اللي غادي ديال الطريق الوطني رقم 7 ولات رئيسيه نيت. شي وقتها تتولي عامره، على حسب، كاين مره كتكون عامره كاين مره كتكون ما عامراش. ونشوفوا نوريو لكم نيت حتى شويه واش وقتها بغات الشتاء. صراحه شتي كنا تنجيو ديك الساعه شي سنين كنا تنجيو لهنا للجمعه، راه الدنيا تكون مخدرة من داكشي. ايوا دابا نشوفو كي دايره، بطبيعة الحال ما كاين والو للأسف الشديد. الله يجيب الشتا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. شتي دوك السيول لي يسبقو في السعودية، جدة وبزاف ديال المدن السعودية، راه سيول هذوك ماشي يا ولي لا لا. باش تصب الشتا بحال هكا في ديك المنطقة اللي اصلا تيكون فيها غير الرملة وغير سميتو هنا، راه سبحان الله كنظن بان فعلا كاين ان شونجمون كليماتيك. تقدروا يطلعوا عليه وهداك الشيء، ولكن كاين هذا التغير المناخي كاين وأثر على بزاف ديال الجوانب ديال الحياة. الشتاء ولا تأخرات الشتاء ولا تتسبق في أوقات مختلفة على الوقت اللي كتسبق فيها. عندي الطوموبيل كتجر اليسار، خاصني نديرها ليكيليبراج، باراليزم ماشي ليكيليبراج، باراليزم. دابا فاش تطلق الطوموبيل بحال هكا وكتبقى تجر ليك اليسار لواحد الجهه، خصها الباراليزم، خص الروايد يتباراليزو. وإني ما يمكنش دير الباراليزم بلا ما دير ليكيليبراج. هانتوما شتي راه حطو هاد، كنت هدرت لكم على هاد، بغا يديرو واحد القنطرة هنا ويوسعوها، شتيها هدرت لكم على هاد المرة. هاهي يديرو دو فوا هنايا، خدامين فيها مزيان سيدي. الله يسخر الله يسخر. و بالنسبة لهاد الحيط الصناعي هذا لي تكنو بارك، هو هدا لي عليه مدروب، راه صورتو ليكم واحد المرة و هدرت ليكم عليه. راه سيناو في الولاية و هداكشي، دازو في الولاية قادو الأمور ديالهم و هداكشي، هادي داز الأمور مزيان. بزاف الناس دابا طالع عليهم الدم على هاد القضية ديال تأخر المشاريع حتى منصورت، و بزاف ديال المشاريع صراحة مأخرة. وللأسف الشديد راه هادشي تشوف مثلا كاين حتى مناطق أخرين، ولكن دابا حتى منصورت ما زادوها حتى الناس، حتى الناس دابا تيعاونو دوك الإشاعات سلبيا، ولدرجة انه راه شي حوايج شي افكار تتقال على تمنصورت بحال
حنا ما كايناش في المغرب، ما عرفتش انا هاد الناس هادو كيفاش علاش تيقولوا بحال هكا، ما فهمتش علاش شنو هو الهدف من لان واحد السيد قال لي ودي تنهضر انا وياه شحال هذا بالحق، راه كنت يمكن قلتها لكم في شي بلوك، قال لي فين سكنتي شحال دابا تلاقيت انا وياك، قال لي انظر فين باقي فين تحولتي، قال لي راه سكنت في تا مصر، قال لك الله مسكين قلت له كيفاش مسكين، قال لي وكي تديروا مع الماء وكي تديروا مع، وانا بقيت نشاد فيه قلت له ودي راه كاينه السقايه كاينه السقايه وراه بغا يدخلوا لينا الواد الحار وبغا هاكا انا من تمنصور زفارة تمنصور طب حالا مراكش مالها شنو راه انا دار خدام في مراكش و تنجي لتمنصور و خدام في تمنصور و نمشي لمراكش ما يتش مشكل، قلت لي راه غادي تدرس قرية تهز الوليدات تمشي يجيبو دويرة في مراكش و نرجعو ما عادي بحال كاين بحال ساكن في المسيرة و مشيتي للجامع فينا و عادي راه نفس داكشي اللي في مراكش اللي في تمنصور تا شنو اللي بطبيعة الحال كاين خاص بزاف الحوايج و لاني انسان الا احتاج كاع شي حاجة و تزير راه تيمشي كاع لمراكش يقضي الغرض و لاني ما عنديش طونسبور غادي تزير شفاو هذا شحال غادي راه عندك هنايا 60 هو شحال غادي وين انت مصوت راه غادي انت غادي ان شاء الله هذا انا راه كنت درت لكم واحد الفيديو على التوقعات ديال انت مصور قلت لكم ودي راه انت مصوت راه انا بالنسبه ليا اتوقع لها خيرا وبزاف ديال الناس اللي حطوا كاع فلوسهم في تمنصورت بزاف ماشي غير انا راه كاين كاع اللي دار لاباس في تمنصورت والله الا كاين اللي دار لاباس في تمنصور سواء بيع عشرة السيسان سواء تيبني ويبيع سواء دار شي مشروع ونجح ليه وكذا سواء اللي دار شي هري وخدم خدام بخير سواء اللي دار قهوة سواء اللي دار كاين ناس اللي داروا زعما الفلوس في تمنصور يعني كاين انسان على حسب الناس اللي بغاو يلبكاو هذاك الشيء راه تيضل يبكي وراه ما تعمر لي في عيني غير لا الانسان راه يمشي كاع لمراكش وما يدير والو راه كان في مراكش وهرب من مراكش قال لك الغلامه الغلا تيبكي على مراكش وجا لتمنصورت وباقي تيبكي قال لك تمنصورت بغا تولي بحال مراكش الا ولات تمنصورت بحال مراكش غادي يولي فيها هذاك الغلا خصك تهرب ثاني يجي القطاره ولا تمشي مدينه اخرى ثاني تهرب من تمنصورت تمنصورت باقي شويه مرفوقه واسمه ولكن راه بدات تطلع بدات الثمنه تطلع للاسف الشديد بداو الناس دابا شحال ما تيسول تيقول لك واش كاين شي ساس ب 12 واش كنا تنقول لكم ودي كاين شي ساس 12 و 14 و 16 ما بغيتش تشريو دابا فاش غلا عاد ولاو الناس يسولوا تيقول واش كاين شي ساس ب 12 و 14 ما كاينش ما تلقاش عاد تلقى شي ساس مضر كاين اللي تيبيع ب 12 مثلا وين تيكونوا فيه المصاريف هادي الا جيت تخلص مثلا المصاريف وهداك الشيء تبدا تطلع لك هذا الصفر هاد البلاصه هادي الصفر كاينين تلقى فيه المصاريف فيه مثلا الارض العاريه ما مخلصاش تلقاه خصك تخلص داك هذاك عرفتي سميو كاع مشات لي السميه من التفويت خصك تخلص ليه الكيتيز بزاف الحوايج تابعينه الموك هذا بغا يضرب لنا والله الا غادي 64 انا غادي 64 اسميتو غادي 64 كيلومتر في الساعه وانتم ضرب لنا هذا الموك هذا ما عندك 60 هنايا علاش بغيتي الا غادي 64 وبرزدو الاشاره انا راه في قضيه السرعه واسميتو ما تنجريش في لا فيتيز ديال السياره تنمشي تنعطي لكل بلاصه حقها طورو تاع تم غادي 110 115 حتى 120 ما نوصلهاش ودا راه هو ان الا مشيتي تخلى هذا هو السلام اللي بغى السلام بعد كتبي نمشي مشيت للمسيره باش ندير الفيدونج وبدل الكروات لاشين وبدل الكروات الدينامو هادو مصاريف ديال السياره تيكونوا فيها ومشيت بيد نبدلهم ولكن لقيت السحاب تما الزحام عند داك الميكانيسيان صاحبي اللي كان بدل عندو في المسيرة جيت في المسيرة الثانية ايوا دابا وليت أجلت القضية حتى لما حيت باقي عندي في الفيدونج باقي عندي شحال عندي عليها دابا بقى شي 265 كيلومتر يعني تدي ليا حتى 2 ولا 3 دابا غادي نمشيو للقطار
الخميس. بعض المرات تنمشي تنجيب الخضرة من القاعة، القاعة تنمشي تنتقدى نص صندوق طماطيشة، تنتقدى صندوق ديال البطاطا، صندوق ديال البصلة، ايوا ديسير تنتقدى وتنشوف شي واحد مثلا تنشري انا وياه شي نص صندوق ولا ديال شي ديسير مثلا، ولا تنشري شي بلاطو مثلا ديال شي ديسير. كل مرة واش نشري، بعض المرات نشري ليهم الليمون، بعض المرات نشري ليهم التفاح، بعض المرات نشري البنان، كل مرة تنخالف. ايوا هذا بقى مطيشة دايرة 160 ريال، سولت عليها الصباح، هذا دايرة 160. بالنسبة للصندوق، صندوق ديال العود 2400 ريال، يعني تقريبا طحت عليا بواحد 100 ريال. شريتها انا من القاعة طحت عليا ب 100 ريال، وني شريت الصندوق، الصندوق شريته ب 60 درهم. اللهم تشري الصندوق 60 درهم، فيه 12 كيلو، 12 وشي شوية، حسن ليك طلع عليك بخمسة دراهم. وبطاطا تاني شريتها صندوق كبير بالحق، صندوق ديال الميكا شريته ب 2400 ريال. واش اخر اللي خديت، خديت ليمون، واحد البلاطو ديال الليمون ديال مندارين، ماشي هادشي البان من القاعة، لأنه دابا تجي عند هادو تلقى يرجع ما شاء الله صح، تلقى زيت 70 ريال 60 80 في الكيلو، وخص كل شويه تما غادي تقدر. اللهم تتقدر لهم داكشي اللي تستهلك بزاف، بحال مطيشة، بطاطا، بصلة، هادشي كتقدر بالصندوق ولا صندوق. اما كرهتش انا تقدر مطيشة تاهي صندوق، ولكن ما كاينش، كاينش داك سميتو المطيشة تخسر الا تقديتي منها صندوق تخسر. شي بحال شوف هو هذا، شوف لا حول ولا قوة الا بالله. شوف عندنا اخرى عندهم الجرة تيجريو في، عندهم الجرة في الدم، خصو يجري، خصو يجري بالسيارة، حتى تيوقع الله في الافات عاد تيولي تيبيض في عينيه. الله بدا تينبت واحد شويه ديال الربيع ويحبس، خاصه شي شتيو، الله يجيب الشتا. اللهم سقينا الغيث ولا جعلنا من القانطين، الوقت بغا الشتا عباد الله، طلبوا معنا الشتا، طلبوا معنا الشتا. اما عرفنا كاع ربما يكون بين المستمعين شي واحد اللي عنده الدعاء ديالو مقبول، الله يجيب الشتا. تحيه للجميع، تحيه للاخوان اللي في نازل المهجر، أبناء الجالية في المهجر، أمساكن راه تيتفرجو، شتي نازل المهجر، والله إلا تيتفرجو مساكن تي تيصيفطو ميساجات، تيصيفطو مساكن وحشين المغرب، إي ولي إله إلا الله. دابا راه تلقى مساكن تي فكاري متى غادي يجي، متى كاين اللي ما جا على مدة، كاين اللي جا هاد العام، هاد العام اللي فات كاين اللي جا.
شي بليصه فين بلاصي و نفوتو كاع حنايا وعاد في بلاصي شتي عامر هنايا. الشي ديال سميتو الترونسبور داخله تيكون عامر كبير لداخل. بلاصو هنايا. يلا شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.